قناة الفيلم الكناري أغنية كلمة المتابعة على أم الفراح وكذلك تهيج الذكر والأنثى للف العش بطريقة إيجابية إن شاء الله. اليوم سنتطرق إلى فيديو تحفيزي إن شاء الله. وقبل أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله. فيديوهات قادمة محفزة وتعليمية إن شاء الله ستستفيدون منها وكلنا نستفيد إن شاء الله. فمن خلال هذا الفيديو سنتطرق إن شاء الله إلى تحفيزكم عن طريقة إطعام الفراخ بطريقة عالية وبسيطة وبأدوات بسيطة أيضا. الأغلبية يعرف ذلك ولكن لتحفيز المبتدئين. وأتمنى أن يريقكم ويعجبكم هذا الفيديو وأتمنى الاشتراك في القناة مرة أخرى وتفعيل زر الجرس وفرجة ممتعة.